قسم اورام الكلى والمسالك بمستشفى الاسكندريه للكلى والمسالك بنقدم خدمات متعدده. بتبدا الخدمات من التشخيص المبكر لاورام الكلى والمثانه والبروستاتا من خلال فحص طبي شامل يبدا بسماع شكوى المريض اللي ممكن تتراوح ما بين انه بعض الحرقان في البول، تقطع البول المدمم، النزيف البولي، ألم الكلى أو ألم الجنب أقصد. دي بعض الأعراض اللي ممكن تبدأ تشير إلى إن في عرض بولي، مش بالضرورة يكون ورم، لكن يكون عرض لمشكلة بنحب نشخصها في البداية. كلمة التشخيص المبكر يمكن ارتبطت في أذهان معظم المرضى بكلمة دلالات الأورام، يعني إني أعمل تحليل فأعرف إذا كان عندي ورم ولا لا. الحقيقة إن ده في الخطوة الثالثة من تشخيص الأورام. الخطوة الأولى هي سماع شكوى المريض، تفصيل كلام المريض علشان نقدر نوصل منه إلى تشخيص أولي أو تشخيص مبدئي. ثم تيجي المرحلة الثانية أو الخطوة الثانية اللي هي خطوة الكشف الطبي، خطوة الفحص اللي يخليني أقوم أجري على المريض الفحص الطبي، أشوف البطن، أشوف منطقة الحوض، بعض العلامات اللي ممكن تظهر بوضوح على جسم الإنسان. الخطوة الثالثة في التشخيص هنا بقى يجي دور الفحوصات الطبية سواء تحاليل أو أشعات. في التحاليل الطبية عندنا بنبدأ إذا كان في تحليل خاص بالبول، تحليل الكلى، وظائف الكلى أقصد، بعض التحاليل الخاصة بنشاطات الكبد، صورة الدم الكاملة، بناخد فكرة عامة عن حالة المريض العامة. ثم ننتقل إلى بعض التحاليل الخاصة، لكن هنلاقي إنه التحاليل الخاصة دي مش بتميز أورام إلا في بعض الأعضاء، زي مثلا أورام البروستاتا اللي ممكن يكون لها تحليل خاص اللي هو تحليل الـ PSA. ده من الدلالات اللي بتشير إلى نشاط البروستاتا وبين قوسين إلى أورام البروستاتا، لكن مش ما بناخدش الرقم على علته، يعني مش بناخد رقم الـ PSA ونقول إنه طلع عالي التحليل يبقى يساوي ورم غير حميد أو سرطاني في البروستاتا. الحقيقة ما بتتحسبش كده، بنحسبها بعوامل كتير، منها سن المريض، منها حالته العامة إذا كان مريض سكر أو لا، وزن المريض، قد إيه التحليل رقمك قد إيه، قد إيه التحليل ده زاد خلال فترة زمنية. في أمور كتيرة بتحكم تقييمي وحكمي على تحليل دلالات نشاط أو أورام البروستاتا اللي ممكن من خلاله أحكم إن يكون ورم أو غير ورم. إذا انتقلنا إلى خطوة الأشعات، فالأشعات كتير، وعلشان ما نرهقش المريض بكمية أشعات بنختار الأشعة أو النوعين من الأشعة اللي يوصلونا إلى التشخيص الدقيق بدون إرهاق المريض بكمية أشعات كتير. الخوف من المجهول أو أنه أنا قلقان من الصبغة، أنا أخاف من كلمة أشعة مقطعية، الحقيقة كانت نقطة مهمة في استقبالنا لمعظم الأسئلة اللي كنا بنستقبلها من حضراتكم في الفيديوهات السابقة، إنه علشان المريض ياخد الصبغة أثناء الأشعة المقطعية يصح إن احنا نطمن على حاجتين: أولاً إن وظائف الكلى تسمح بده، ثانياً إن ما يكونش فيه حساسية ضد مواد الصبغة، وده بيتم عن طريق اختبار حساسية قبل إعطاء حقن الصبغة في مراكز الأشعة. الأشعة التلفزيونية على البطن والحوض أشعة بتدي فكرة أولية مبدئية مبسطة عن إذا كان في مثلا ورم في المثانة، إذا كان في ورم في الكلى، تغير في شكل البروستاتا، لكن ما بتديش تأكيد على وجود ورم. أما الأشعة المقطعية بالصبغة على البطن والحوض وهي الأشعة الأشهر في تشخيص أورام الكلى والمسالك، فمن خلالها ممكن نحكم على حجم الورم، نوع الورم، درجة انتشاره، درجة تغلغله، درجة نشاطه، إذا كان معاه بعض الغدد الليمفاوية كعلامة من علامات النشاط،
والأمور الأخرى اللي بتحكم وبتساعدنا على تحديد مرحلة الوعي. أشعة الرنين المغناطيسي أصبح لها دور، ودور واضح وكبير في بعض الأورام زي أورام المثانة، زي أورام الكلى، وطبعا أورام البروستاتا. التطور الهائل اللي حصل في الرنين المغناطيسي، الرنين المغناطيسي المتعدد، كل دي خلت إن يبقى في فرصة لتشخيص دقيق من نوع واحد من أنواع الأشعة.